أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ليلة رمضانية مباركة عليكم إن شاء الله تعالى أعزائي المستمعين والمشاهدين. هناك مصطلح مهم ورد في القرآن الكريم، وهو مصطلح البنيان المرصوص الذي ورد في الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. هذا التعبير جدا لطيف وجدا دقيق في محله، لأن البناء المادي كالبناء الفكري كالبناء الأسري. البنيان المرصوص له شروط حتى يكون مرصوص ويكون قوي ويكون مقاوم لجميع الظروف. البنيان المرصوص يعتمد على 3 نقاط جدا مهمة. أولا الوحدة البنائية، ثانيا الرابطة بين الوحدات البنائية، وثالثا استقامة البناء. الوحدة البنائية هو الشخص الفرد بالمجتمع، هو يعتبر الوحدة البنائية. أكيد كلكم تعرفون أنه الوحدة البنائية نستخدمها في البناء دائما الطابوق أو البلوك نستخدمه. هاي الطابوقة إذا كانت فاسدة، إذا كانت تالفة، إذا كانت غير جيدة، بالنتيجة تؤدي إلى بناء حائط ضعيف وآيل للسقوط بأي لحظة. إذن يجب أن نحافظ على الوحدة البنائية. الشخص بالمجتمع، الشخص المناسب والشخص الصالح هو الذي يستطيع أن يكون جزءا من مجتمع قوي ومن أسرة ناجحة. ثانيا الرابط ما بين الطابوق وهو الإسمنت اللي يستخدم. هذا الإسمنت يعبر بالمجتمع الرابطة والعلاقة والحب. كلما ازدادت المحبة بين الأفراد، كلما كانت الرابطة العائلة المجتمع أكثر قوة وأكثر تحمل لجميع المشاكل والتي يمكن أن تمر على الأسرة وعلى المجتمع. هذا يقابله في البناء الملاط، يسمى باللغة العربية الفصيحة، وإحنا نستخدم الأسمنت أو نستخدم مواد أخرى لربط المواد. إذا كانت المادة ضعيفة حتى لو كان الطابوق سالما وقويا ولكن غير مرتبط ببعضه، فهذا الحائط آئل للسقوط. لذلك الروابط الأسرية، الرابطة بين أفراد الأسرة، بين الأب وزوجته، بين الزوج وزوجته، بين الأولاد وأخواتهم، بين الأخوات مع بعضهم، هذا يؤدي إلى تشكيل أسرة قوية مقاومة لجميع الظروف التي قد تمر بالمجتمع. والنقطة الثالثة والمهمة استقامة الجدار. نحن نستخدم الشاقول لضبط استقامة الجدار، لأن الجدار حتى لو كان قويا، وحداته البنائية قوية، المادة الرابطة قوية، ولكن إذا بني بشكل مائل مؤكدا سيؤدي إلى السقوط. إذن نحتاج إلى الشاقول لضبط الاستقامة العمودية، ونحتاج إلى الخط المستقيم حتى نضمن الاستقامة الطولية. هذا الشاقول هو القدوة الصالحة، هو النظام الصحيح الذي تمشي عليه الأسرة. قد يكون أفراد الأسرة مع بعضهم متحابين متشادين وصالحين، ولكن لا يسيرون وفق نظاما صحيحا، لا يسيرون مع أو خلف قدوة صالحة، فهم أكيد سيسيرون في خط منحرف يؤدي بهم إلى هلاك وتفكك الأسرة شاءوا أم أبوا. إذن نقاط 3: أولا صلاح الفرد، الرابطة القوية، وثالثا الاستقامة على النظام الصحيح. إن شاء الله نراكم في كلمة أخرى وليلة رمضانية أخرى مباركة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.